كما اجتمع سعادة وزير الخارجية مع معالية السيدة أنكن هويتفيلدت وزيرة خارجية مملكة النرويج تم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين ومملكة النرويج الصديقة وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي